أهلا بكم من جديد. نظم مركز سدرة للطب والبحوث فعالية حول المرأة في مجال العلوم، قدم خلالها فرص التدريب المتاحة في المركز لتمكين النساء من الحصول على حياة مهنية ناجحة في مجال العلوم. شارك في الندوة فتيات من مختلف المراحل الدراسية، وتم تسليط الضوء على التجارب المتميزة في مجال العلوم. تأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفال باليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم الذي يصادف 11 من فبراير من كل عام، وهو عبارة عن دعم فرص الوصول والمشاركة الكاملة والمتساوية للنساء في مجال العلوم. احنا اليوم نسعد ونفتخر بالاحتفال بهذا اليوم المميز، وهو اليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم، وهذا فخر ليس فقط لسدرة الطب، وإنما هو فخر لدولة قطر والعالم العربي ككل. ونحب ننوه إلى أن مركز الأبحاث في سدرة الطب يعتبر تقريبا 80% من الموظفين فيه هم من النساء والفتيات في جميع الفئات، سواء كانوا طلاب أو سواء حاملين ماجستير أو الدكتوراه. واليوم راح نسعد ونفتخر بتقريبا 20 محاضرة منهم راح نسمع فيها عن دورهم الفعال في الدراسات المخبرية أو الدراسات السريرية اللي تسعى إلى النهضة بالرعاية الصحية في هذه الدولة. أنا فخورة كوني قطرية أعمل في هالمجال، وإني أعمل مع فريق بحثي يتكون من عدد كبير من السيدات، رغم وجود الصعوبات والتحديات في هالعمل، لأنه يطلب منا جهد كبير وساعات طويلة.